فتحت المنحة دي قبل كده واتكلمنا عنها للماجستير والدكتوراه، وساعتها كنتوا بتكتبوا لي في الكومنتات المنحة فاتحة للبكالوريوس ولا، كنتوا بتتواصلوا مع صفحتنا على الفيسبوك وبتملوا الابلكيشن بتاعنا عايزين نقدم على منحة جامعة ألبرتا للبكالوريوس، وقلت لكم المنحة فاتحة فقط في الفترة اللي كنا شرحناها قبل كده للماجستير والدكتوراه. دلوقتي المنحة فاتحة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وديني بعمل لك فيديو عشان اقول لك ان المنحة فتحت للبكالوريوس ونعرف كل حاجة بالتفصيل عن منحة جامعة ألبرتا اللي بيكون فيها كليات مختلفة بتقدر تقدم عليها حضرتك. هنشوف كل التفاصيل والمميزات مع بعض، هنعرف طريقة التقديم خطوة بخطوة. لو مهتم تابع الفيديو من البداية للنهاية. خلي بالك حضرتك ان الدراسة في كندا بتعتبر ميزة كويسة ليك جدا. ليه انا بقول لك كده؟ علشان حضرتك بعد ما بتخلص دراسة بتقدر تظبط نفسك. يعني ايه تظبط نفسك دي؟ يعني ممكن انك انت تكمل شغل هناك، ممكن تشوف ايه هي الطرق او الوسائل الشرعية اللي من خلالها انك انت تقدر تقدم على اقامة دايمة على سبيل المثال، والكلام ده اتكلمنا عنه على قناة صياد الفرص. قلنا عن فرصة ان انت بتقدر من خلالها تقدم لدراسة كورس لغة انجليزي، وبعد ما بتوصل هناك بتحاول ان انت تظبط حالك. فاحنا هنا بنتكلم عن نفس الموضوع، انت هنا رايح على دراسة، تمام هاخد دراستي كل حاجة، هدور على طريقة شرعية انا بيها اقدر اكمل حياتي مثلا في كندا، فاهمني؟ ده اللي انا بحاول ان انا افهمه لك، ان الموضوع بيبقى منحة دراسية. اه انا استفدت في حياتي في دراستي، وكمان انا بقدر استفيد في حياتي من حاجات تانية. خلال الفيديو بتاعنا هتعرف كل التفاصيل والمميزات وشرح طريقة التقديم الخاصة بالمنحة. لو انت مهتم تابع الفيديو من البداية للنهاية، لان احنا بنذكر تفاصيل وحاجات كتير حضرتك بتسأل عنها في الكومنتات، هي موجودة في الفيديو. يلا انزل اعمل لايك، متنساش تشترك في القناة، شير الفيديو مع غيرك يمكن حد يستفيد من الشير بتاعك. هنروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا ونشوف كل حاجة بالشرح العملي. ازيكم يا شباب مرة تانية. زي ما قلنا بنتكلم عن منحة جامعة ألبرتا للدراسة في كندا، فيها بكالوريوس فيها ماجستير فيها دكتوراه. التفاصيل، الدولة هي كندا، المنحة هي منحة جامعة ألبرتا مقدمة من جامعة ألبرتا، يعني انت بتدرس في جامعة ألبرتا بتقدر تقدم للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، والمنحة متاحة لجميع الطلاب من جميع أنحاء العالم وإخواتنا العرب في أي دولة عربية بيقدروا يقدموا. بالنسبة للسن مش شرط عليك سن محدد. بالنسبة لشهادة إجادة اللغة الإنجليزية، أنت ممكن تروح على الموقع الرسمي الخاص بالجامعة وتشوف من خلاله إيه هي الدول اللي ممكن تقدم وتدرس من غير ما تقدم له شهادة إجادة لغة إنجليزية. على فكرة في دول عربية من ضمن الدول دي، أنا هتكلم مثلا على سبيل المثال في مصر، اللي مثلا بيقدموا على ماجستير او دكتوراه وكان تعليمهم مثلا في الجامعه الامريكيه مش بيكون طالب منك شهاده اجاده لغه انجليزيه. او ممكن حضرتك تستفيد من الموضوع ده ان انت تقدم له اثبات ان دراستك السابقه كانت باللغه الانجليزيه. طيب بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم على المنحه، ان جنرال بشكل عام المنحه هتقفل 15 ديسمبر 2022، ولكن خلي بالك ان الديدلاين بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الكورس او البرنامج الدراسي. خلينا ما نقولش كلمه كورس، يعني احنا هنا مثلا بنقول انت في كورس ايه، انت بتدرس كورس ايه، هنا بيكون معناها انت بتدرس ايه، لكن ممكن احنا بالمفهوم العربي بتاعنا نفهم كلمه كورس ان احنا بناخد كورس. فخلينا بعيد عن كلمه كورس، انت بتقدم وبتعرف الديدلاين على اساس ايه؟ على اساس البرنامج اللي انت بتقدم عليه، البرنامج الدراسي اللي انت هتدرسه، التخصص اللي انت هتدرسه، الكليه اللي انت هتدرسها، تمام؟ فالديدلاين بيختلف من كليه للتانيه. فهنا انا بقول لك واوضح لك في الفيديو اهو عشان خاطر تكون فاهم لو انت بتسمعني، تمام؟ وهنا الديدلاين بشكل عام، يعني المنحه خلاص 15 ديسمبر 2022، دي البرامج المتاحه والبرامج اللي حضرتك هتشوفها من داخل الابلكيشن باذن ربنا لما نشرحه مع بعض. بالنسبه لمميزات المنحة والتمويل، خلي بالك ان منحة جامعة البرتا من المنح اللي بتقدم تمويل للطلاب، يعني مثلا بتقول لك انا هدفع لك في السنة كذا، وانت مثلا ممكن تدفع حاجات تانية زي الطيران، زي مثلا السكن وخلافه، على حسب التمويل اللي هيقدم ليك من قبل المنحة هيكون كام، انت بيكون حضرتك عليك ان انت تدفع الحاجات التانية. يعني تقدر تقول او مش تقدر تقول، هي بالفعل منحه جزئيه، تمام؟ وسايب لك هنا الموقع الرسمي اللي فيه التفاصيل الخاصه بالمنحه، او نقدر نقول مجموعه المنح المقدمه من الجامعه دي، تمام؟ تقدر حضرتك تطلع عليها من هنا. خلي بالك من حاجه تانية، واحنا بنقدم احنا بنملى الابلكيشن خاص بجامعه البرتا. هتقول لي ليه؟
انا عايز اقدم على منحه، ليه املى الابلكيشن الخاص بالجامعه مش الابلكيشن الخاص بالمنحه؟ او ممكن تسالني سؤال تاني، هو الابلكيشن الخاص بالجامعه غير الابلكيشن الخاص بالمنحه؟ وانا هنا هقول لك هي اجابه السؤال ده او ده، الاجابه واحده، وهي ان حضرتك بتملى الابلكيشن الخاص بالجامعه بمجرد قبولك في البرنامج الدراسي اللي انت قدمت عليه، فانت بيتم اعتبارك تلقائيا في منحه دراسيه مقدمه من جامعه البرتا الكنديه. طيب المستندات المطلوبه هيكون طالب منك ايه؟ تملى الابلكيشن طبعا كل حاجه باللغه الانجليزيه، صوره من بيان درجات اخر مورد دراسي انت حصلت عليه، السيره الذاتيه التحفيز التوصيه بتاعتك، شهاده جيد اللغه الانجليزيه او ما يثبت ان التعليم السابق بتاعك كان باللغه الانجليزيه، ده في حاله ان حضرتك الدوله بتاعتك مش من ضمن الدول اللي هم مش طالبين منها شهاده اجاده لغه انجليزيه. الموقع الرسمي لو ضغطنا عليه تفتح معاك نفس الصفحه اللي احنا فتحناها بالنسبه للمنح، اقرا كل حاجه انت حابب تقراها من الموقع الرسمي وتاكد من كل حاجه. للتقديم مباشره هندخل عليها هنا، لو انت عايز تملى الابلكيشن الخاص بينا وتقدم من خلالنا دي حاجه ترجع لك، ولكن احنا بنشرح كل حاجه بالتفصيل. تقدر تقعد قدام الفيديو كوبايه الشاي اللذيذه بتاعتك وتتفرج على كل حاجه احنا بنشرحها مع بعض، تمام، وتقدم بنفسك. جروبنا على التليجرام، قناتنا على التليجرام، واحد من جروباتنا على الواتساب، تقدر تشارك في اي جروب من جروباتنا. لو انت حابب تشارك في اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بينا، فيسبوك، تيك توك، او يوتيوب، دي حاجه طبعا تشرفنا. طبعا رابط المقال ده بيكون موجود في صندوق الوصف لو حضرتك حابب تعرف كل المعلومات باللغه العربيه، او الموقع الرسمي الخاص بالمنحه من هنا. للتقديم مباشره بنضغط هنا، بتفتح معاك الصفحه دي، تمام. بعد ما تفتح معاك الصفحه دي قدامك الخيارين، الاندر جرادويت ستادز والجرادويت ستادز. انا في الفيديو ده هشرح على اندر جرادويت ستادز اللي هم البكالوريوس. لو حضرتك بتقدم على ماجستير قدامك حاجه من الاثنين، يا اما بتمشي نفس الخطوات اللي احنا بنمشيها للبكالوريوس ولكن انت بتقدم طبعا على ماجستير او دكتوراه، او حضرتك ممكن ترجع على القناه بتاعتنا تكتب منحه جامعه البرتا دكتور المنح في محرك بحث اليوتيوب، هيطلع لك الفيديو الخاص بالمنحه دي لما كنا بنقدم على الجرادويت ستادز اللي هم الماجستير والدكتوراه، تقدر تتابع الشرح. هشرح هنا البكالوريوس لان هم اللي كانوا عايزين المنحه المره اللي فاتت، وكمان احنا ما شرحناش البكالوريوس. كل اللي عليك فايند يور بروجرام، تقدر حضرتك تشوف البرنامج اللي انت عايز تدرسه. لو حابب تشوف من هنا مفيش اي مشكله، كده كده اصلا لما ندخل جوه الابلكيشن هم بيكونوا موجودين داخل الابلكيشن، ولكن من باب العلم للشيء لو انت حابب تشوف اي حاجه من هنا حابب تقدم عليها بتضغط عليها. بعد كده هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك كل التفاصيل. بعد كده هنا ابلاي ناو، بتضغط على ابلاي ناو، تمام. بعد ما تضغط على ابلاي ناو بتيجي بتضغط على ابلاي ناو هنا مره ثانيه، تمام. طيب بعد كده هنا بيبدا يسالك شويه اسئله، بيقول لك هل انت عايز تكمل ابلكيشن مثلا، او انت عايز تعمل لوجن، طبعا انت ما عندكش حساب تختار نو. بعد كده هنا بيقول لك هل انت درست قبل كده في جامعه البرتا، فبنختار نو. بعد كده هنا بيقول لك هل انت مثلا بتقدم على بروفيشنال بروجرام زي الميديسن او الاسنان وخلافه، طبعا ما فيش الحاجات دي في المنحه بتاعتنا، احنا بنختار نو. لو انت جيت مثلا هنا تختار يس، بيقول لك ايه؟ اعمل الاكونت بتاعك. لو انت عايز تقدم على ميديسن او اسنان او صيدله فانت تختار من هنا يس، تمام. انا هنا هختار مثلا نو. انت عايز تختار يس وتكمل، دي حاجه ما فيهاش اي مشكله، ممكن تكمل. انا هختار نو، ونفس التكمله اللي احنا هنكملها فيما بعد هتكملها من هنا انت. يعني بص ركز هنا معايا، مش عايزين مثلا اقدم على ميديسن ولا حاجه، هنا بيقول لك هل انت درست سابقا في جامعه البرتا، هختار مثلا نو. هيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي كريت اكونت، هي اللي كان جايبها لي هنا لما انا كنت مختار يس عند الميديسن، تمام. فانت برضو بتمشي معايا نفس الخطوات، كريت اكونت. بعد كده بيقول لك اكتب الايميل، اسمك، اسم العائله، تاريخ الميلاد، بتضغط على كونتينيو، بيجي لك كود على الايميل بتاعك، بتروح تجيب الكود وبتكتبه مكان التمبراري بي اي ان، وبعد كده بتكتب تاريخ ميلادك مره ثانيه. بعد كده بتعمل كونتينيو، بيقول لك اكتب لي كلمه سر جديده، بتكتب كلمه سر جديده وبتكرر كلمه سر مره ثانيه، وبتضغط على كونتينيو، بيدخلك على الابلكيشن. انا اوريدي عندي ابلكيشن، فانا هنا باجي بكتب ايميلي، كلمه سري، اللوجن بتاعي، بيدخل معايا الابلكيشن. في حالتك انت بتضغط على ستارت نيو ابلكيشن عشان يفتح معاك الابلكيشن من الاول. انا عامل ابلكيشن قبل ما اشرح لك المنحه، فانا هفتح الابلكيشن بتاعي من هنا، تمام. انت بتضغط على ايه؟ ستارت نيو ابلكيشن، وبعد كده بتختار انت عايز تدرس في فول 2023 ولا سبرينج 2023، دي حاجه اب تو يو، ترجع لك انت، تمام. اندر جرادويت بروجرام، اوبن الابلكيشن بتاعي. بعد كده هنا بيفتح معاك الابلكيشن بتاعك زي ما هو فاتح هنا بالظبط. بيرسونال انفورميشن زي ما احنا متفقين، بنكتب معلومات شخصيه عننا، مش محتاج ان انا افسرها لك وضيع لك وقت. تكتب معلوماتك الشخصيه، العنوان بتاعك، الايميل بتاعك، رقم تليفونك، معلومات عن الجندر بتاعك ودوله الميلاد واللغه الاساسيه بتاعتك، والسيتيزنشيب انفورميشن، معلومات عن الجنسيه بتاعتك انت. بعد كده بتضغط على كونتينيو. بعد كده بنيجي هنا مع بعض في البيرسونال انفورميشن كونتينيو، انت هنا بتيجي معايا بيقول لك مثلا ار يو ا ريزيدنت اوف البرتا، فانت هنا مثلا لو انت مقيم في ولايه او مقاطعه البرتا فانت بتختار يس، لو لا بتختار نو، تمام. طبعا لو يس انت بتدخل باقي البيانات بتاعتك هنا،
بعد كده بيقول لك emergency contact information، انت بتدخل معلومات عن شخص يتواصلوا معاه في حاله الطوارئ لا قدر الله، والدك والدتك ايا كان، اي حد من الناس اللي هنا ممكن انت تدخل بياناته، الايميل رقم التليفون، تضغط على continue. وبعد كده نيجي في الجزء الخاص بالاكاديميك انفورميشن. في الجزء ده انت بتعمل ايه؟ في الجزء ده انت بتبدا بقى تقول له عن تعليمك السابق، تبدا تجاوب على الاسئله الموجوده هنا قدامك. مثلا تعليمك السابق كان في جامعه البرتا ولا لا؟ طب انت مثلا اخر تعليم وصلت له ايه؟ تعليم ثانوي. هل انت لسه في اخر سنه في الثانويه العامه؟ خلصت ثانويه عامه؟ وهكذا. بعد كده بتشوف هل مدرستك من المدارس الموجودين هنا؟ لو موجوده بتختارها، لو مش موجوده بتيجي هنا بتختار اذر انترناشونال. بعد كده بتختار هنا الدوله بتاعتك وتضغط على كونتينيو. بعد كده اكاديميك هيستوري، بتيجي في الجزء الخاص بالاكاديميك هيستوري، بتبدا تضغط على اد نيو وبتدخله معلومات عن المدرسه السابقه اللي انت كنت بتتعلم فيها. خلصنا هنا بنضغط على كونتينيو، نيجي في الجزء الخاص بالترم اند فيرست بروجرام سيلكشن. بنبدا من هنا نختار ايه؟ ما انا من اسمها بنختار البرنامج اللي احنا عايزين ندرسه. هنا طبعا انت لازم تكون مالي الجزء الخاص بالاكاديميك انفورميشن والاكاديميك فيستر عشان يفتح معاك الجزء ده. بتختار هنا انت عايز تحضر امتى الدراسه بتاعتك. بعد ما بتختار بتقول له هنا سنه 2023 هو ده الخيار الوحيد. بعد كده هنا بتيجي معايا انت عايز مثلا تكون ديجري ستودنت على سبيل المثال. بعد كده هنا بتيجي معايا بتقول له انت عايز تدرس في انهي كامبس من دول. كل كامبس بيكون ليه الكليات اللي موجوده هنا، يعني ادي هنا مجموعه من الكليات، لو اخترنا الكامبس الثاني بيكون ليه مجموعه من الكليات الثانيه الخاصه بيه، لو اخترنا مثلا الكامبس الثالث بيكون ليه مجموعه من الكليات او البرامج الخاصه بيه هو، تمام؟ فانت على حسب انت حابب ان انت تكون في انهي كامبس او انت حابب انهي كليه من دول فانت بتبدا تختار. بعد كده هنا لو انت عايز تختار برنامج معين، بعد كده هنا حضرتك لو عايز تختار برامج ثانيه انت تدرسها ممكن تختار برامج ثانيه تدرسها كرغبه ثانيه، مش عايز خلاص انت بكل بساطه تضغط على نو. وبعد كده هنيجي نضغط على كونتينيو. وبعد كده بنيجي هنا مع بعض في الجزء الخاص بالديكلاريشن، تبدأ حضرتك هنا تقدر تقول له يس اور نو على حسب الاجابه اللي انت عايز تجاوبها هنا. وبعد ما تخلص تضغط على كونتينيو. طبعا هو بيسالك ان كل بياناتك صحيحه، الكلام ده كله تمام، كونتينيو. وبعد كده بنيجي في الجزء الخاص بالستودنت سيرفي. في الجزء ده هو هنا بيسالك وبيقول لك هل احد من والديك مثلا اتعلم في جامعه البرتا قبل كده؟ يعني انت تقدر تجاوب له احد من والديك مثلا تعلم في جامعه البرتا قبل كده، بتختار يس لو لا، بتختار نو بكل بساطه. بعد كده تضغط على كونتينيو. الجزء الخاص بالسيجنتشر، بتعمل ايه في السيجنتشر؟ بكل بساطه تكتب اسمك بالكامل هنا اهو، مفيش اي مشكله، باللغه الانجليزيه طبعا. بعد كده كونفيرم. بعد كده حضرتك بتعمل ريفيو للابلكيشن كله بتاعك. ما شاء الله كل حاجه عندي باللون الاحمر لان ما مليتش حاجه في الابلكيشن، لكن انت كل معلوماتك بتكون مليانه. حضرتك بتراجع بياناتك لو في اي حاجه غلط انت بتعملها ايديت وبتصلحها، وبعد ما تتاكد ان كل حاجه صحيحه تقدر تضغط على سبميت. وبكده انا اكون خلصت شرح طريقه التقديم الخاصه بالمنحه. هتسالني سؤال وتقول لي هل في رسوم للتقديم على الجامعه ولا لا؟ انا هنا ما ظهرش اي حاجه قدامي لان انا ما خلصتش البيانات وما عملتش سبميت. سواء ظهر لحضرتك رسوم تقديم على الجامعه او لا فدي حاجه ترجع للابلكيشن الخاص بالجامعه، عشان قبل كده لما كنا بنشرح وبنقول في رسوم للجامعه الناس بتفتكر ان احنا بنقول هتدفع لنا احنا رسوم، دي رسوم خاصه بابلكيشن الجامعه. في رسوم خاصه بالابلكيشن ولا لا؟ دي حاجه ترجع للجامعه، اديني بنبه عليها. انا بشرح لك عن منح دراسيه وانت ليك حريه الاختيار انت تقدم ولا لا. اتمنى لك التوفيق وشكرا.